إذا اليوم راح نحل مثال على time time response أو transient response specification. إذا example 5-1 من أوغاتا بعطيه. كان السيستم موجود هون اللي هو سكند اوردر سيستم مع يونيتي فيدباك. هاي السيستم هون اوميجا ان سكوير على اس في اس بلس 2 زيتا اوميجا. هذا اللي هو طبعا راح يتحول، يعني هذا هو اصلا كان سيستم سكند اوردر ذكرنا هون الكيلو دارو، فراح يصير عندي سيستم جديد طبعا بشكل عام صح؟ بشكل عام اه هو ماخذ هون بشكل عام. طيب ايش في زيت في اوميجا ان سكوير كمان؟ لا هو سكر اللوب. هو الفكره هون اوجاتا بشكل عام في كتابه ما بيجيب سكند اوردر سيستم وبحطه بدون فيدباك، بحط سكند اوردر سيستم وبحط هون فيدباك. هذا ايش راح يصير السيستم بعد ما اسكر اللوب؟ القيمه على واحد زائد لا هذا مقسوم على واحد زائد، لما تقسم هاي القيمه على واحد زائد راح تلاقي صار عندي زائد اوميجا ان سكوير، يعني هذا السيستم راح يتحول لهذا السيستم اللي هو اوميجا ان سكوير اس سكوير زائد 2 زائد اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. هذا مساوي لهات. خلينا نشوف نتاكد، لو اخذت هاي قسمتها على واحد زائد راح اضرب الوصل المقام في هذا المقام، لما راح يصفي عندي فوق اوميجا ان سكوير، تحت راح يصير عندي اللي هو الواحد راح يضرب في هذا راح يصير هذا القيمه زائد اللي راح يضل اللي هو اوميجا ان سكوير. هذا السيستم مكافئ لهذا السيستم. هلا بشكل عام اوجاتا بفضل في الكتاب تبعه بشكل بعكس كتب الكنترول الثانيه ما بحط السيستم هذا هيك مباشره، بحطه هيك وبعدين بحط له يونيتي فيدباك. إذا هو هذا هو السكند اوردر سيستم تبعه. السكند اوردر سيستم هلا هذا السكند اوردر سيستم معطيه هو طالب بعض البيانات بالنسبة له. في اكزامبل 5.1 بقول زيتا بتساوي 0.6. اوميجا ان بتساوي 5. إذا عندي قيمة أوميجا إن وعندي قيمة زيتا صار عندي هذا 4.25 على إس سكوير زائد 2 في زيتا 10 إس زائد 25. هلا هو طالب كل الأشياء، طالب نطلع الرايس تايم، نطلع أوميجا إن، نطلع الماكسيمم أوفر شوت كل الأشياء. لو بدنا نيجي نطلع هلا عندي هون بدي أطلع بيتا، قلنا إنه كوساين بيتا بيساوي زيتا. زيتا هون شو بتساوي؟ 0.6. احنا في غلط شيء هيك غلط لانه 2 في 0.6 صار 1.2 لازم هاي قديش تكون؟ 1.2 في 5 6 بشكل لازم تكون هاي. اذا عندي هون كوساين بيتا بيساوي 0.2، اذا بيتا بتساوي ار كوساين 0.2 تساوي كوساين 0.2 هي بتطلع 78.46. هذا
بس بدي احولها ليش؟ لبريكين. احولها لبريكين فبقدر اقسمها على 180 واضربها في باي فبتطلع معي 1.36 4 ريتنس. هلا الرايس تايم ايش معادلة الرايس تايم؟ تساوي باي ماينس ريتنس على اوميجا. انتوا حاطين بوينت نايم. ايش حاطين؟ البيتا بوينت نايم. شو الغلط اللي ليش زيت عنا؟ زيت 0.6 حدنا 0.2 ليش حدنا 0.2؟ زيت 0.6 ماشي هذا الضغط قديش بدون تطلع الزاوية؟ 37 صار عندي هلا هون 0.6 فبدي اعمل inverse cosine 0.6 اعطيني 53.1 مضبوط؟ إذا الراديانس بصير 53.1 على 180 بعدين بضربها في باي عندي 0.927 راديانس. الشيء الثاني اللي بدي اياه بدي اوميجا دي، ايش علاقة اوميجا دي باوميجا ان بالزيتا؟ اوميجا ان اوميجا دي بتساوي اوميجا ان واحد ناقص زيتا سكوير. اوميجا ان انا عندي اصلا معطيها 5 مضروبة في واحد ناقص زيتا دي 0.6 مش هيك؟ بتصير 0.36 0.85 4 عندي 1 اللي هي بتصير 0.64 4 وحدتها كمان رادياس بير سكند. إذا صار عندي هلا بقدر أحسب الرايز تايم تي رايز بتساوي 5 ماينس بيتا بالرادياس على أوميجا دي عندي باي ماينس 0.927 شيفت باي ماينس 0.927 اللي بالراديانس مقسوم على اوميجا دي اللي هي 4 بيطلع معي الرايس تايم 0.554 مضبوط؟ وتعريف الرايس تايم احنا في هاي الحاله معرفينه الوقت حتى السيستم يوصل من 0 ل 100% من الفاينل كمان لو بدي اطلع الاوفر شوت عندي ام تي از ا برسنتج بيساوي بي مرفوع ماينس زيتا باي على سكوير روت هو ماينس زيتا سكوير ويساوي اي عندي هو ماينس 0.6 ماينس 0.6 في باي على سكوير روت 0.64 سكوير روت 0.64 من اي 0.8 فبيصير عندي 0.6 على 0.8 بضربها في باي بضربها في ماينس 1 وبعدين برفع اي للباور هاي بيطلع معي 0.495 تقريبا. شو يعني هاي شو تساوي كبرسنتج؟ 9.5 يعني الفاليو الاوفر شوت رح يكون 9.5% فوق و 100% فلما يطلع هون يعمل عندي اوفر شوت هذه المسافه هون هي 9.5% من المسافه هاي تقريبا اشرح حوالي 10 دقيقة. ايش طلع لنا كمان؟ نطلع خلينا نطلع سيجما او التايم كونستنت، التايم كونستنت بيساوي 1 على زيتا اوميجا ان ويساوي 1 على 0.6 5 مش هيك؟ 5 5 يساوي 0.6 في 5 6 في 5 30 1 على 3 مش هيك؟ هذه طبعا إذا ناخذ اعتبر السيتلينج تايم اعتبره على 5 تايم كونستانتس ويساوي 5 على 3 سكند هذا الوقت اللي بعده حتى يعمل سيتلينج هو ايش ماخذ الكتاب 4 ولا 3؟ 4 ولا ماخذ الاثنين؟ ماخذ 4 تمام حسبنا الاوفر شوت حسبنا السيتلينج تايم حسبنا الرايز تايم اخر شيء بدك تحسب الفيرست تايم نعم الفيرست تايم تو بيك الفيرست تايم تو بيك سهل هو بصير باي على اوميجا دي بس فبصير عندي تي بي بيساوي باي على اوميجا دي قديش بيطلع الجواب عندكم؟ مين لازم يكون اكبر تي بي ولا تي راي ولا تي ار ار؟ الرايز تايم ولا الفيرست تايم تو بي؟ مين لازم يكون اطول؟ الفيرست تايم تو بي بيكون اطول قديش الفاير المطلوب عندكم؟ تي بي تي بي تي بي قديش تي بي؟ تي بي
0.781. وديش كان الرايز تايم؟ 0.55. بس هذا هلا هاي حددت لي طبعا الستيدي ستيت اور احنا مش حاكيين عنه المره اللي راح نحكي بتفصيل اكثر عن الستيدي ستيت اور هاي حددت لي ترانزيت هذا نفس المثال موجود في الكتاب اللي هو 5.1 في اسئله عاد اذا هذا السيستم هذا قدرنا من هون من معرفتنا لاوميجا ان وزيتا بس عوضنا تعويض في القيم اللي موجوده هون طلعنا الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن